السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. أطفالي الأعزاء الحسينيين الصغار، يتجدد اللقاء معكم في هذا اليوم، يوم الثالث من المحرم، مع برنامجكم برنامج مأتم الطفل الحسيني، يأتيكم على قناتي مأتم المرخ. اليوم هو اليوم الثالث وما زلنا نساعدكم ونتعاون لتعزية الإمام الحسين ونحن في البيوت. حتى لو كنا في بيوتنا أولادي، اتفقنا أن إحنا نواصل مسيرة الإمام الحسين وتعزية الإمام الحسين. هذا اليوم هو اليوم الثالث من المحرم. أطفالي الحسينيين، إن شاء الله سنتناول نقطتين. النقطة الأولى هي حق الأم، والنقطة الأخرى هي سيرة من سير كربلاء، من سير العطاء. نأخذ قصة نستفيد منها من قصص كربلاء ومع أحد أنصار الإمام الحسين، وهو وهب الكلبي. أطفالنا، أولادنا، كلكم تعرفون الحقوق اللي الله فرضها علينا على الناس. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سألوه مضمونا، قالوا ليه، من هو الشخص اللي أكثر شيء اللي لازم نطيعه ونسمع كلامه؟ تتوقعون قال لهم من؟ قال لهم أمك. سألوه ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال ثم أبوك. هذا وش يدلنا أولادي؟ يدلنا إن دور الأم مهم جدا. ولو سألناكم أكيد كلكم تعرفون الأشياء اللي الأم سوتها إلينا منذ الولادة إلين كبرنا. ما حد ينكر دور الأم الكبير العظيم. مجرد إن هي حملتنا في بطنها 9 شهور، أنت لو تحمل شي بسيط في إيدك لفترة ساعة واحدة بتحس بالتعب. هذه الأم حملتنا في بطنها 9 شهور وتحملت ألم الولادة، وبعد الولادة سهرت علينا كلنا وإحنا صغار، تصيدنا آلام، نقعد في الليل نصيح، من اللي يسهر على راحتنا؟ من اللي يسهر علينا عند المرض؟ الأم هي اللي يعني دائما تبارينا، وهي اللي تعلمنا وتربينا. ما ننكر دور الأب ولا ننكر دور أي أحد ساعدنا، ولكن الأم دورها كبير. الأم دائما أطفالنا الحسينيين تتمنى أن تشوفنا أحسن الناس، تتمنى أن تشوفنا ناجحين، تتمنى أن تشوفنا نحصل على أعلى الدرجات. ولازم إحنا نحاول نوصل إلى الشيء اللي هي تريده منه. سهرت علينا، تعبت علينا، فلازم إحنا على الأقل نوفيها لو شيء بسيط منها. يعني ما يصير هي تطلب منا أشياء نقول لها إحنا مشغولين. أذكركم بشي بسيط أولادي، أحياناً في هذا الزمن إحنا ننشغل بألعابنا، بلاي ستيشن، تلفوننا، الأم تنادينا تقول لنا تعال يا ولدي سو هذا الشيء. ما أقول لها انتظر أخلص لعبتي بعدين بسوي اللي تبغينا، لا، أقول لها إن شاء الله أترك اللي في إيدي ومباشرة أروح إليها وأسمع كلامه وأسوي اللي تبغي. هذا شيء مهم جدا في حياتنا. الأم ضحت علشاننا، ومن الأشياء اللي تحب تشوفها بعد أيضا وتفتخر بها إن يكون سلوكنا سلوك حسن. لما سلوكياتنا وأخلاقنا تكون أخلاق زينة، يجون الناس يقولون لأمنا ما شاء الله ربيتينا وعرفتين تربينا، يستانسون ويشكرونها. والعكس يعني لو كان سلوكنا سلوك خاطئ، راح الناس مثلا تقول لها شوفوا ولدش سلوكه خاطئ، يعيب على غيره، ما يهتم بأخلاقه، حتى الدراسة. فلازم احنا نوفي الأم
الجهود اللي تعبت علينا طول حياتنا وتتمنى تشوفنا في أعلى مرتبة. اليوم بناخذ عن دور أم في كربلاء. هذه الأم هي أم أحد أنصار الإمام الحسين اللي كانوا أقل من 100 بس كان عندهم عزيمة وإرادة وإيمان، يعني اللي حاربوا الإمام الحسين آلاف، لكن اللي حاربوا مع الإمام الحسين ما يزيدون عن 70 75. إحنا اليوم مناخذ عن واحد منهم وهو اللي نصر الإمام الحسين، هو وهب الكلبي، وكانت أمه هي اللي دفعته إلى نصرة الإمام الحسين. خلونا ناخذ لمحة بسيطة وسريعة على قصته. هذا وهب الكلبي كان يعيش في منطقة نائية مقطوعة، والإمام الحسين كان مثل ما عرفنا قبل يومين أنه طالع من مكة رايح إلى أرض الكوفة في البداية وبعدين إلى كربلاء. وصل إلى منطقة شاف فيها خيمة، توجه إلى الخيمة الإمام الحسين، سأل لمن هذه الخيمة؟ فردت الأم هذه لوهب الكلبي، وكان مو مسلم، نصراني. فقال لها إذا رجع وهب قولوا إليه الإمام الحسين زارك وهو يدعوك إلى لقاءه، وقول لك لا تنسى الحلم، الرؤية اللي شفتها لازم تطبقها. رجع وهب أخبرت أمه، قالت لي في واحد جاء إليك الخيمة وقال هذا الكلام وقال لك لا تنسى الرؤية اللي شفتها الحلم وهو ينتظر لقائك. فاستبشر هذا وهب وأسرع إلى الإمام الحسين. قبل لا يطلع تعلقت بزوجته لأنه كان متزوج ما أخذ لي 20 يوم، توه متزوج. قالت له وين بتروح؟ قال بروح إلى الإمام الحسين أشوفه وش يبغي. ومباشر راح إلى الخيمة والتقى بالإمام الحسين ودار بينهم كلام. شوي رجع إلى خيمته، التقت بأمه وزوجته، شافوه متهلل فرح، ماخذ أغراضه وماخذ لامة حربه وبروح. وين بتروح؟ قال بروح أنصر الإمام الحسين. زوجته في البداية عارضت بس بعدين التحق وياه الأم وزوجته وراح إلى الإمام الحسين، وبدأت الحرب وهجموا الأعداء على الإمام الحسين. فجهز إلى الحرب ودعت أمه، مع أنها تحبه، قلنا الأم تحبنا، لكن ودعت وقالت لي بيض وجهي عند فاطمة الزهراء أم الإمام الحسين. وزوجته في البداية كانت خايفة تقول لها تونا متزوجين، بس بعدين قالت لي قاتل مع الإمام الحسين وانصره. سألها استغرب، قال لها انتنا من شوي تقولين لي لا تروح احنا تونا متزوجين، وش اللي صار؟ قالت لي شاهدت الإمام الحسين واقف على باب الخيمة وهو وحيد ينتظر الناصر، ما حد ينصره، فذهب إلى نصرته. وبالفعل ذهب وقاتل قتال الأبطال، قتل منهم مقتلة عظيمة إلى أن قتله الأعداء وأمرهم عمر بن سعد، قال لهم اقطعوا رأسه، وقطعوا رأسه. سألوا عمر بن سعد وين نودي الرأس؟ قال لهم اخذوا رأس هذا وهب والقوا إلى أمه وقول له هذا هدية عمر بن سعد. بالفعل جاء واحد من الجيش وألقى إلى أمه. أمه كانت حزينة فاقدة ولدها، لكن هي فرحانة أنه قتل نصرة للإمام الحسين. هذه الأم، فوش سوت تتوقعون؟ ما قامت تصيح، ما قامت يعني حزنت على ولدها، لا، مرة ثانية أخذت رأس ولدها وتوجهت إلى الجيش وقالت لهم هذا الرأس مرة ثانية أخذوه، وألقته على الجيش. مو لأنها ما تحب ولدها، بالعكس، لأنها تقول لهم إحنا هذا ولدي خديناه وأعطيناه فداء لله ولرسوله وللإمام الحسين، وإحنا إذا أعطينا شيء ما نسترجعه، نفديه إلى الإمام الحسين. هذه الأم اللي المفروض كل الأمهات يصيرون مثلها، وإحنا أولاد مثل ما اتفقنا إن إحنا يومياً ما ننسى تعزية الإمام الحسين. صح إحنا في البيت، بس إحنا مأتم الطفل الحسيني يومياً وياكم في بيتكم، لازم نعزي الإمام الحسين
ونداوم على سيرته ونتعلم منه، ونقول دائما في نهاية هاي البرنامج تلبياتنا اليومية وأعلامنا نرفعهم، لأن إحنا أطفال حسينيين، نقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، وانتظروا اللقاء القادم إن شاء الله في يوم الغد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأبيك وأخيك والتسعة المعصومين بني يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهموا بي قرحة لو أنها بي لملم، فعسى أنان نسفت جوانبه وساخ يلملم، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتيم، من لي بيوم وغن يشب ضرامة، ويشيب فود الطيف منه فيغرم، فعسى أنال من التراث وماضيا. لك روحي فداء وجسمي وقاء و
نداء حسينها لك روحي فدان وجسمي وقاء وصوتي نداء حسينا بعقلي وبقلبي حسينا ألبي بعقلي وبقلبي حسينا ألبي لك روحي فداء وجسمي وقاء وصوتي نداء حسينا حسينا الشرف أكبر من أبو الأكبر نخدم بكل شرف في خدمتي الماتم وللأبد نفخر لا من يتغير على حب حشا لا والله ما نساوي احنا للمحشر نعشق المنبر ودميعنا على المصيبة يغرق العالم اي والله بالدنيا الشرف ليا فخار لو بالعمر اتسمى بالخادم اي شرف أبو الأكبر نخدم بكل شرف في خدمتي الماتم وللأبد نفخر ولا من يتغير وعلى حب حشا لا والله ما نساوي إحنا نعشق المنبر ودميعنا على المصيبة يغرق العالم اي والله بالدنيا الشرف ليا وفخار لو بالعمر اتسمى بالخادم اي انا كل عمري نذرت خدمتي العترة ما يغير الزمن لا ما عمل ذكرى والله من دون حياتي تصعب عليا لو تركت الخدمة شحجي الفاطمة الزهرة الحسين أكبر شرف خدمته ما تنوصف قلبي بحب اعترف طول لي واللي يحب ما يبتعد عن حبيبه ما يصيد قلبي بحب شهد حب الحسين قلبي بحب شهد حب الحسين
قلبي بحب شهد حب ليه خدمتي المقاتل صرخة للعوالم وإحنا ما خلقنا إلا للمقاتم خدمة المقاتم صرخة للعوالم وإحنا ما خلقنا إلا للمقاتم خدمة المقاتم صرخة للعوالم وإحنا ما خلقنا إلا للمقاتم حاشا ننسى عاشر لو على المناحر العهد نضل مع الحسين وما نحير ذكرى بالضمائر وللأباد الفاخر لو يمر علينا بالزمن ألف يزيد عشقنا المدامع علم مصيب تنسى لي العين وسيلتنا يحب الحسين نحب المواجع على حب لا تذبحونا ولا نبقى لحظة بدونا ولا نبقى لحظة بدونا ولا نبقى لحظة بدونا أعوف حسين أبد والله وحق جدة رسول الله لو تقطع أهل مدمع ولا أذكر سوى اسمه أموت وأحيا في حبه وضل أمشي على دربه يقيني ودين أحب حسين وتاج براسي هالخدمة أعوف حسين أبد والله وحق جد رسول الله لو تقطع أهل مدمع ولا أذكر سوى اسمه أموت وأحيا في حبه وضل أمشي على دربه يقيني ودين أحب حسين يقيني ودين أحب حسين وتاج براسي هالخدمة وتاج براسي هالخدمة بدون العمر والله ما يسوى وغيره بعد حاشا ما نهوى أنا وهلي كلنا للغالي وطول الزمن يا خلق فدوى وطول الزمن يا خلق فدوى بدون العمر والله ما يسوى وغيره بعد حاشا ما نهوى أنا وهلي كلنا للغالي أنا وهلي كلنا للغالي وطول الزمن يا خلق فدوى وطول الزمن يا خلق فدوى بدون العمر والله ما يسوى وغيره بعد حاشا ما نهوى أنا وهلي كلنا للغالي وطول الزمن يا خلق فدوى وطول الزمن يا خلق فدوى أموت وأحيا في حبه وضل أمشي على دربه يقيني ودين أحب حسين يقيني ودين أحب حسين وتاج براسي هالخدمة وتاج براسي هالخدمة بالحافر
خذ منا حتى ترضى فرضاك رضا لله فرضاك رضا لله يا من بالحافر رضا خذ منا حتى ترضى فرضاك رضا لله فرضاك رضا لله يا من بالحافر رضا خذ منا حتى ترضى فرضاك رضا لله فرضاك رضا لله بعد عيدا يا من بالحافر رضا خذ منا حتى ترضى فرضاك رضا لله فرضاك رضا لله كل محرم الواجع بالمدامع تفتح ونحمد الله الجماعنا ويجمعنا ما تميز كل محرم المواجع بالمدامع تفتح العين ونحمد صرنا للدمع نحيل والشعايرنا والحسين أجمل حسين في ضمايرنا صرنا للدمع نحيل والشعايرنا والحسين أجمل حسين في ضمايرنا الله يوم اللي خلقنا وقدمنا سوا فطرة في دنيا اكتسبت روح وسلام فطرة في دنيا اكتسبت روح وسلام كل محرم هالمواجع بالمدامع تفتح العين ونحمد صرنا للدمع